معانا على التليفون انتصار. مساء الفل. الورد، واهلا وسهلا. ازيك يا انجي؟ ازيك؟ عامله ايه؟ وحشانه. الله يخليك يا حبيبتي، وانتوا اكتر والله. رغم ان اهلا انتي يا استاذ غصينا في عمرو. الفيلم ده، كنا اهلا متغاظين بيكي. منك. كنت وانتي قاعده واخده اولاد منى زكي وبتراقبيها، كنا يعني فاهمه نفسنا نمسكك كده من رقبتك. الفيلم دوت فيلم حلو جدا، وصورناه كله في الناس كلها بتسأل على المكان. صورناه في جنوب أفريقيا في كيب تاون، وحولناها إلى إنها تبقى تشابه المكان اللي احنا عايزين نصور فيه، كأنها تل أبيب يعني. اللي هو الحي بتاع الطبقة الوسطى في تل أبيب زي ما بيقول عمرو. أيوة. أهلا أهلا يا أستاذ عمرو. ازيك يا انتصار؟ عامله ايه؟ اخبارك؟ انت ازيك؟ عامل ايه؟ جميل. الحمد لله الحمد لله تمام. الفيلم ده فيلم جميل يا عمرو، من اهم الحاجات اللي انت عملتها. بس انا عايزه احكي حاجه جميله. طبعا. عايز اقول لكم ان انا اول واحده اتخضيت بالفكره اللي قالها عمرو. ايوه احنا كلنا اتخضينا. اول واحده قال لي لدرجه ان انا يعني تنحت كده. عمرو سمير عاطف هو اللي كاتب، راجل وست ستات، وهو صاحب المشروع الجميل ده اللي عايش في اذهان الناس لغايه دلوقتي. فكنت قاعده انا وهو بنقرا في راجل وست ستات، فلقيته قال لي انا لازم امشي دلوقتي. فقلت له ليه؟ انت رايح فين؟ قال لي ايه رايك في الفكره دي؟ قلت له فكره ايه؟ قال لي راجل ومراته متجوزين وعايشين في امان وجايبين اولاد جمال، وبعدين بياخدها رحله وماشي بيها في الميه في الكنان، وبعدين بيقول لها ايه رايك لو في الاتجاه ده رحنا على اسرائيل؟ فقلت له بس بقى بلاش هزار. قال لها لا، وهم كانوا مقيمين في بورسعيد. قال لها لا 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 يا شيخ. قالت له لا 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 يا راجل، معقوله؟ قال لها تخيلي تنامي تصحي تلاقي نفسك جوه اسرائيل. بص تلاقي فجاه اتنين كده يختات جامده جايه بتجري، لقيت الراجل تك 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 بيحطوها، لقيت نفسها فعلا جوه اسرائيل. انا تنحت يعني، اللي هو ايه؟ هو راحوا اسرائيل؟ قال لي ايوه. ودي بدايه الفيلم، الفيلم كله هناك. وقال لك على دورك يومها إيه؟ ولا كان مخبي لسه؟ قلت له هتعمل ايه هناك؟ قال لي ما ده اللي انا رايح اتفق معاه دلوقتي مع الاستاذ شريف عرفه مخرج الفيلم. قلت له ايه ده؟ انت كمان جبت مخرج الفيلم؟ قال لي وانتي اليهوديه اللي في الفيلم. ما خفتيش؟ يعني ما خفتيش انك انت تعملي شخصيه هتبقى مكروهه جدا؟ لا، هو يعني في النهايه التمثيل تمثيل يعني. الواحد بس يعني في نجمات بيخافوا برضو، في نجمات دايما تحب تطلع الطيبه اللطيفه المكافحه الحبوبه، انت عارفه. طب يا انجي اديني فرصه اتكلم. يلا اتكلمي. يلا اتفضلي. يعني التمثيل برضو يعني ايه؟ الشرير كده، الناس ساعات بتصدق وكده، بس التمثيل تمثيل برضو، بتبقى عندك دايما الفضول انك تعملي دايما ادوار حلوه. انا اتخضيت من وهو بيحكي الفكره، مش اتخضيت انه قال لي دوري ايه. أول مرة مؤلف يفكر إن هو يعمل حاجة جوه بلد المحتل. يعني دايماً أول مرة حد يخوض التجربة دي كاملة. فأنا عجبني جداً إن هو فكره راح للحكاية دي، وبعدين هو عملي جداً، برافو عليه يعني. وجاب المخرج المناسب للعمل وراح عمل. شريف عرفة مخرج كبير. طبعاً، وراح طلع فكرته للنور، ومشروعه خرج وبقى من اهم الافلام الموجوده في السوق. هو ده عمرو سمير عاطف. يا ربنا يخليك والله. عمرو مش معنى انتصار في الدور ده. وانا ما كنتش شايف حد غيرها في الحقيقه. انا رشحتها، ولما قلت الاستاذ شريف يعني انتصار، ما هو ما ترددش، لقاها فعلا فكره كويسه يعني. وهي فعلا عملت دور حلو جدا. كانت شغاله معايا في راجل وست ستات بقالها فتره يعني، ويعني كانت ممتازه، ممثله قديره في الحقيقه يعني، وموهوبه جدا جدا يعني. وفي اي دور تحطها بتبقى يعني مجيده بشده، وات ايفر الدور، وحاجات حقيقة مختلفه عن بعضها جدا. صح، دي حقيقه فعلا. فيعني طبعا كانت مناسبه جدا للدور، وكانت يعني اختيار سليم يعني. انتصار، لو اتعرض عليك دور يهوديه تاني تعمليه؟ ما انا عايزه احكي لك بقى. يلا احكي. جالنا مدرس دكتور من كليه اداب ودكتور من كليه ألسن، كانوا بيعلمونا عبري، فقعدنا نتعلم عبري فوق الثلاث اربع شهور. المخرج اصر ان احنا نقعد نذاكر عبري، فعشان كده تلاقي كريم عبد العزيز بيتكلم عبري بطلاقه، شريف منير بيتكلم عبري، انا بتكلم عبري. طب قولي لنا كلمه كده. احنا مصريين. يعني احنا مصريين. ايوه قدرت افهمها يعني. على فكره قريب جدا من العربي. بحس كده. يعني لو ركزتي في كده المده، على فكره كلنا اتعلمنا عبري بسهوله جدا.
ويا ريت مزيد بقى من الاعمال الجميله الجاسوسيه والمخابراتيه لسه دي. لسه كنت هقول انت ضليع فيها يا استاذ عمرو. لسه كنت هقول له معانا انتصار اهي وعاوزين عاد على الهوا معاها دلوقتي. ان شاء الله على طول فكره تانية. ان انا يا استاذ عمرو وجيد العبريه طبعا. ممثلة يعني ممتازة عملت كل الأدوار وتوجد العبرية. أيوة بعمل لك إعلان أهو. انتصار ممثلة قديرة في الحقيقة ويعني تصلح إنها تعمل أي دور، يعني أنا مش متصور حاجة هي ما تقدرش تعملها. يعني كانت تجربة كويسة جدا وكان اختيار موفق للكاست كله في الحقيقة يعني. انتصار قبل ما أقفل معاكي، أنت اللي جميل وأنت اللي بتعرف تعمل كاستنج شاطر طبعا، وعارف من وأنت بتكتب أنت رايح فين وجاي منين، وجميل إن يبقى فيه مؤلف وكمان يبقى ذكي كمان في مين يخرج له، مين يمثل له، يعني عنده إدارة قوية جدا. صحيح. هنتعلم من عمرو والله. ربنا يخليكي والله، ربنا يخليك. وجمله الحوارية تستحق إن إحنا نتوقف عندها كتير، السهل الممتنع طبعا. بصراحة طبعا. شكرا. قبل ما أقفل معاكي بس عاوز أعرف الجديد، أخبارك إيه؟ الجديد انا بعمل فيلم اسمه كتف قانوني، اخراجه الاستاذ سامح عبد العزيز، ودوت اول بطوله للفنانه هاله صدقي، ومعانا بقى مجموعه كبيره، معانا رانيا يوسف وشيرين رضا بقى، ويعني مجموعه كبيره من الفنانات، كلنا واقفين ورا هاله صدقي. ربنا يوفقك. وهاله صدقي طبعا جميله جدا جدا جدا، يعني قلبها حلو زي وشها، وان شاء الله يا رب وش يبقى حلو عليكم ويبقى فيلم جميل. وطبعا سامح عبد العزيز مخرج يعني جامد جدا، يعني جدا جدا. وبس انا قبل ما اقفل بس رجاء للاستاذ عمرو قدامكم كلكم قدام كل المشاهدين، هو بارع جدا في افلام الجاسوسيه، فياريت يعني يكتب لنا مسلسل حلو كده، فيلم تاني كده يتحفنا بيه. احنا النهارده مش هنخرجه من الاستوديو غير ما ناخد منه الوعد ده على الهوا باذن الله. أيوة. وهقول لك بعد الهوا حصل ايه. ايوه اشكرك الفنانه الجميله جدا انتصار، والمتميزه بجد، يعني بتعرف تعمل كل حاجه بطريقه يعني، وما اقدرش انسى لها دورها بذات. اشكرك شكرا جزيلا، نورتينا في مصر جديده.